ايش هو بياخد العقل؟ ايه هذا اللي بياخد العقل؟ ظابط مع الإقامة هيك؟ شو ظابط؟ ايه هذا اللي ظابط؟ يا أمي شو ظابط؟ وكيف شفتي لي الفينال؟ اسمه فينال؟ لكن آخر حركة بالرقصة شو اسمها يا زكية؟ حركة شو؟ الرقص. رقص شو؟ الرقص مع الذئاب. قلتيلي يعني ما شفتيني، ما شفتي الفيديو كليب اللي عملته ما هيك؟ رورو بشو مشغولة؟ ورجيني. لا شو بدك شو بدك انت شو 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 بدي شوف شو عم بتشوفي؟ ما في شيء، كل الجيران فاتوا. ورجيني. لك يي 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 ليش هيك وشك كله حب؟ وشي وشي كذابة. الحياة حلوة بس الحياة حلوة بس لا تفتحوا، أنا بفتح. انقطع نفسي يا خانم، كاسة مي الأسانسير على الآن فوق، مدري مين فاتح الباب. هذا بزماني يا خانم لما كنت أشتغل مصلح أسانسيرات البرامكة. اسمع شو صار معك طالعوا؟ كاسة مي يرحم أمواتك. شو هي يرحم أمواتك؟ شو هالحكي هاد؟ أنا بتشقى من سيرة الموت، خصوصي من حدا مثلك عينه ما بتشبع. أنا عيني ما بتشبع، الله يسامحك يا خانم، الله يسامحك. شو صار؟ ليش ما طلعوها؟ عليها سوابق ما؟ لا خانم ما لها سوابق، بس قال أنت لازم تروحي على المخفر وتسحبي شكوتك وتقولي إنك لقيتي الإسوارة. ما قلت له إنه أنا ما بحب الشرشحة والروحة على المخافر؟ ليش ما بيجوا لهون؟ ما شفت رئيس المخفر؟ ما شفته، ما إجا، عم بيقولوا يمكن غيروه، بس شفت المساعد تبعه، وقال المساعد هيك الإجراءات، وقال أنتوا بس شاطرين تيجوا على المخافر تبهدلوا الناس وتبهدلوه. ليش ما اتصلوا فيني؟ كنت حليتها، اتصل أنا فيه؟ لا أخانو ما بيمشي الحال، بدك تروحي أنت. يا لطيف، يا
لطيف على التخلف. برا كل شي بيحلوه على التليفون. روح لعنده وقل له بتقلك منيرة خانم بتصل فيها. ما بيرضى. قلت له اتصل فيها ما رضي. قال لي شو منيرة خانم ما منيرة خانم؟ هاي إجراءات وبدي إياها تجي. يا أما شو قصده؟ أنا بفرجيك وفرجي. أنا شو دخلني يا خانم؟ أنا ما دخلني. أصلاً اتعطل شغلي وزبالي عايمة بالبناية والأسانسير ليكو على الآن فوق، وأنا من امبارح ملطوع بالمخفر وأم راضي قاعدة مع أولاد أنفادي وفوقها بدك تفرجيني. إي والله والله لو ما مبرى لساني يا خانم وترجيته وقلت له إنك من عيلة أكابر إي كان بده يجيبك موجوداً بتهمة البلاغ الكاذب. وإذا هلأ ما بتروحي هي أنا بلغتك. بلاغ كاذب؟ ما مريت على خالي؟ مريت يا خانم مريت، بس ما عم يرضى يفتح الباب. يا علي يا خالي نسيت قلك انه مفتاح بيته معي وانا قافلة عليه الباب من برا. بلاقي بلشت مرحلة التنهدات. ايه بلا حكي بلا طعمة اسكتي. وين فريدة؟ بالمطبخ. طب امك وينها؟ راحت يا عمري. بدك التليفون؟ لا تتهني فيه. يعني لسه ما وصلنا لمرحلة الاتصالات. أنا أصلاً كان بدي التليفون بس قلت لحالي أعمل معك معروف. هلأ تركيني وراي دروس كتير. إيه وأنا بدي كفي اتصالاتي. شو بدك؟ أنا مو أختي. بلا أنا مو حبيبتك. شو بدك؟ شو بدك؟ ليش غارقة على الشباك؟ بالله طول عمري بوقف على الشباك. بس هالمرة غير شكل، عم تتنهدي. ايه عم بعمل رياضة لرئتيني. والعينتين؟ انو عينتين؟ اللي ساكن قصاد يا عمري. ليش في حدا؟ لا معناتها في إن هاي أول مرة ما بتحكي لنا عن جيراننا الجدد. انو جيران؟ هدول؟ لك هدول اللي ساكنين هون. قصدك هدول اللي سكنوا هون من يومين بالبيت المفروش؟ تاركي منتبهة، لكن ليش عم تلفي وتدوري؟ هدول اللي ابنهم حلو. يعني ذوقي حلو مو؟ مو؟ مين قال مو؟ يويو خلصتي من التليفون؟ ايه شو إلا؟ اختك بدها التليفون. حقلا اختك بدها التليفون. يويو خلصيني بدي احكي تليفون. يلا في في بعد شوي. ايه الا بعدين. شو بكي رورو؟ ايه. عم بيجعك شيء؟ لا لا بس عم بعمل رياضه لتنفسي. ايه لاني صار بهاليومين عم خن بقى مو حلوه بحقي خن. ما هيك ايه وانا كمان لازم اعمل رياضه لتنفسي لانه كمان صاير عم خن وانا عم برقص. يلا وراي على الشباك. يحمي لك شبابك. يلا خلينا نبلش خلينا نبلش رياضه. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. ما هيك؟ هاي أخوان ورسك يا حبلي بعد هيك. افتحي إذا كان لك عين تفتحي يا زباني. انت شاطرة بس تتهمي العالم. شو مفتكرة العالم حرامية مثلك؟ ولك اسكتي اسكتي فوق ما طالعتك من السجن يا خطافة الرجال. أصلاً أنا ليش عم رد عليكي؟ انت مو من مستواي لحتى رد عليكي. أنا معروفة مين أنا أباً عن جد. أنت مين أبوكي؟ مين أبوكي؟ طلعي إذا كنتي بتسترجي تطلعي يا صاحبة السوابق. أنا صاحبة السوابق؟ ضحكتيني ضحكتيني يا أنفادي. إيه وهيك فضحي حالك. ليش حبيبتي؟ شو شفتيني؟ قتلت ولا سرقت؟ لا بس جوزك هربان منك ومن جنانك والناس بتعرف هالشي. انكري إذا كان فيكي تنكري. يا ناس يا عالم يا هو تعالوا اسمعوا شوفوا بنت الحسب والنسب شو عم تحكي وشو عم بتقول. بس يا انفادي بس خلص عيب ما بصير هيك. وصلاني معي لهون. يا انفادي انتو جيران ما بصير هيك. ابو راضي هديه هديه حرام. جيب لك دكتور خليه يعطيها ابره ابره مهدئ. لا حول ولا قوه الا بالله. لك شو بتساوي انا بين النسوان؟ ماما الجيران كلهم على بلكين. تعي شوفي ليها راحت. لا لساتها واقفة على الحيط. ايه خليها امشي. ايه لمومة لا لا ما في شي. لك هي الجارة. لا اللي تحت الانفادي. ايه شو بيعرفني؟
طيب ماشي ماشي، برجع بحاكيكي انا. طيب اوكي يلا باي. لك شو صاير برا؟ فضحونا انتي ولا انا؟ بكره الجيران بيحكوا عني قصص للصحافه. قالوا صحافه؟ حاكي مع الصحافه من وراي؟ لا 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 ماما، تبت تبت. بلا ماما، حاكي مع الصحافه. شوفي وانتي عليا ليش هيك ناكت التخت؟ ما في شي ماما. شايف؟ شايف البشر شو وحوش؟ مو؟ شو هاد؟ مربية فارة بالتخت؟ عليا؟ إيه؟ عيرني إياها. مو أنتي ما بتحبي الحيوانات؟ بلا، بحبهم بحبهم، مو بحبك أنا؟ إيه؟ عيرني إياها. لا تكبي. لا ما رح أكبها، هاتي لشوف. على محلك عليها ماما. إيه؟ لا حبي يا حبي، شو أحلاها؟ شفتوا شلون صارت ماما تحب الحيوانات؟ فرشتها. مامسي أنا مستغرب، مستغربة كتير، ما بعرف ليش هيك صار وشو بدي ساوي. بلدي بلدي كتير يا مطيعة. تصوري قال أنا سراء أو مجنونة، ما بعرف شو قالت كمان. أداني ما عاد سمعت، أداني مو متعودة على الحكي الجلاء. أي سامعة؟ أي سمعاني. أي مطيعة، لك هاي المقفونة انفادي جلا. حدا بيقول لك جلا؟ ايه الجلا بعينه؟ ايه مزبوط، اتهمت انه سرقت اسوارتي الالماس. لكان شو كان فيني اعمل؟ لحظة فظيعة يا مطيعة، فجأة لقيتها قاعدة خالي هالمسكين ورايحة تتجوزه. سألتهم لوين رايحين؟ قال رايحين يكتبوا الكتاب. كانوا حيكتبوا الكتاب يا مطيعة لولا لطف الله. ايه لما عرفتهم لوين رايحين لمحت براسي فكرة. اتصلت برئيس المخفر وقلت له هاي جارتي سرقت لي اسوارتي الالماس ورايحة تبيعها، وقلت له يبعت معي دورية. طبعا انا ذكية، الحاجة بنت اخت الاختراع. ايه ام الاختراع، نسيت شو بيعرفني. خالي؟ لا ما عم شوفه، ما عم يحكي معي، اخذ على خاطره مني. طيب شو بدي ساوي؟ اتركه يتجوز هالجلجوقة انفادي. عم يندق الباب، يمكن هي. يلا خاطرك. استني الله يعمل عين السحرة، اول ما تفتحي الباب. هي عليها هي والفارة تبعها. فوتي بسرعة. آخر لحظة كانت تلتت بالبلوعة. هي في واحد رجال، افتح له ولا لا؟ ليك وديع. وفتح لي الهاز كل باباته. قمت ربحت 3 مليون بوكس. ياه قلت له هالي، وهالي قال لي شو قال لك؟ قال لي فوت مضاربة مرة تانية بالبورصة. قلت واي نوت واي نوت، بس احذره هاي المرة بشو ضاربت. بشو تقبر قلبي؟ احذري. بالبترول؟ نو بترول بطلت موتو بعد اللي صار ببرج التجارة العالمي. هن برجين، واحد هيك واحد هيك، فجأة كبوف 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 صار أرض. احذري احذري بشو ضربت لشوف إذا أنت خرج ضربي ببورصة ولا نو. بشو؟ بالسيارات؟ ما حذرتي. احذروا يا بنات، فريدة ما كازن بشو؟ بالأواعي؟ أواعي؟ شو أواعي؟ أواعي يعني كلودز. يس رايت كلودز. ام سوري ماما كانت لي دائما أواعي أواعي الإيد. مو هيك بيقولوا؟ إيه مزبوط. يا حبيبتي يا بنت خالتي، يا الله شو اشتقت لها. احكي لي
كيف هلا؟ يا لطيف يا لطيف، شو كنا نحب بعض انا وياها. معك صوره إلها؟ معي يا عمتي، بس in my suitcase. ما بدك تهزري بشو ضربت بعد ما ضربت بالبين. يارا يارا هزري انتي بالموبايلات. نو يارا، wrong answer. بالحيوانات animals يعني. نو ما هزرتو، بشفرات الهلاكة. وربحت 3 مليون باكس، يعني صاروا 10 مليون باكس. يعني صناديق؟ نو انتي، باكس يعني دولارز. ليش شفرات الحلاقة مهمة لهالدرجة؟ Of course it's so important, you know. بعد الهرب على أفغانستان صارت شفرات الهلاكة كتير كتير مهمة، وشركات تبع شفرات الهلاكة ارتفعت أسهمها، وصار البزنس تبعها كتير كتير منيح. يا حبيبي يا داني، بتتذكر لما ولدتك أمك؟ راحت العيلة كلها زارتها بالمستشفى ونقطوها ب10 ليرات ذهب، بس أنا ما رحت معهم، رحت لحالي، نقطتها بمطيف ألماس، لساته عندها؟ سوري أنتي، I was born in USA، ولدت هناك، ها تكيانو، أخي رو، they call him there رو، here راني، ولد هون، راني. يا حبيبي، وأخوك كمان بيشتغل بالبورصة؟ نو أنتي، أخي بالمصاح. سلامته، مصاح شو؟ مصاح أمراض بسايكولوجي. للأمراض النفسية قصدك، ما هيك؟ Right, that's it، أمراض نفسية، مو هيك؟ ليش من شو عم يشكي؟ صار معه زقل، صار زقلان دايماً. قصدك اكتئاب. Right, that's it، اسم الزقل اكتئاب، right. اكتئاب اسم حلو، بتعرفوا؟ اكتئاب بيشبه اسم ماما، اعتدال، اكتئاب اعتدال. لا شو جاب لجاب؟ طيب كنتوا خدوا شي مشوار سلو، ليش تحطوه بالمصاح؟ مو نحن عانتي، بوليس. ليش شو دخل البوليس؟ رو قصدي راني، هو ضايق خلقه كتير، شو بده يعمل؟ شو بده يعمل؟ أمرا البارك. يس، قصدك بالهديكة؟ صح، أنت بتحكي إنجليزي very good. منيح، الله يسامحك، قلب لساني. وأخوك ما عرض خلقه؟ يعني ما صار منيح؟ صار منيح، but after he killed خمسة ناس كتايرة. كيف يعني تقبر أنتك؟ قتلون، يعني قتلون، يعني هيك 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 هيك. عادي عادي، هذا بصير كتير أنا. وين عمك يا فاروق؟ اشتقت له كتير. بحضر فنجان قهوة نضيف فيه. لك بدي أفهم شلون بيقدر يشرب كل هالقهوة؟ وأنتوا بتشتغلوا على نضيف، وقت الجلي تعيا عليهم. هاج بربرة، كالسينا باكا، كلهم فنجانين وصحن. صحن. صاهن مايك هاك اكتي فيفي، ما شفتي ابن انتك اعتدال كم فنجان قهوه شرب؟ شرب 10 فناجين من وقت ما وصل لهلا. لا، واكل كوسه وبيتي فور وكلص نص قلبه شوكولا وسندويش ومربى ولبنه ومكدوس وزيتون وما بعرف شو كمان. لك بدي افهم وين بيروح بكل هالاكل. لا، ولسه جاي على باله تبوله. غليظ غليظ، لا تقلولي غليظ. الحمد لله ما حينزل عنا. مو صحيح طولت ماما، بس شو بتقولوا؟ كالو رح يرضى يصالح ماما؟ بس ماما كيف بدها تبرر الإقامة جبرية لكالو؟ ما فوت ما فوت، حالف يمين ما فوت، يمكن كرمال فادي فوت. مين هاد فادي؟ داني خالي داني. مين هاد داني؟ ابن بنت خالتي اعتدال. مين اعتدال؟ خالي بنت خالتي. شو يلا باليمين ولا بالشمال؟ مثل ما بدك خالي، تفضل.
قولي فرطنا ما خلينا نرمس السيارات بحرس التلس والسيارات بالمخيم. ما عجبك شيء انتي؟ نو انتي It's so bad, so bad. سيارة هون كتير قديم، بدي سيارة جديدة. في عنا سيارات جديدة، ليش ما أخذتوا خالي على وكالات السيارات الجديدة؟ معقول ابن بنت خالتي يركب سيارة قديمة؟ أنتي بس هون سيارة جديدة كتير expensive، واحد قد خمسة. وليش بدك أنت سيارة صغيرة؟ احكي عربي بقى، احكي عربي، تعلم عربي، عيب عليك لسه عم تحكي مثل أجانب. قصده يا بنت اختي انه السيارات عندنا غاليه كثير، يعني السياره القديمه اللي موديل الستين بيشتري فيها ثلاث سيارات جداد بامريكا. رايت انتي، انتو هون مش مع عندك سياره، لازم كل واحد فيكم يكون عنده سياره، كار هيز اون كار. سمعاني مامي، لازم كل واحد فينا يكون عنده سياره. ناقصكم. كان عنا سيارتين بعناهن ووصينا على ثلاث سيارات جديدة، بس بتعرف عنا يعني بدهن وقت ليوصلوا. بس ثلاثة مامي؟ أنا بتذكر إنه أربعة. أصغر ما فينا زمر باليقطينة. لك دقيله على ظهره لخالك بسرعة. دهو 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 على ظهره. دهو دهو على ظهره. خالو خالو، مي بسم الله. ولك طالع عربي خلاتني. لكن الحقيقة انتو بناتك ما بتنطقوا. انا لسه ما نسيت اللي سويتي فيه، هداك حسابه لحاله بعدين، لكن فصل اليوم ما بينسكت عنه ابدا ابدا يا منيرة. فارة بصباطي ونحن عم ناكل قدام الضيف الاجنبي، شو بدي نقوله عند الاجانب؟ انا جدي الله يرحمه هاجر من كل البلد لأنه شاف صرصور على طرف الباب. خالي إيه، ما في حدا غريب، لا أنت غريب ولا ابن بنت خالتي غريب. بعدين هي شفت، هي حبستها بالحمام ما حطالعها بأسبوع خلاص. شايف أخذت إيدك على حبس العالم، لسه مبارحك أنت حبستيني. عم بمزح معك، أنا ما حبستك، أنا قفلت الباب ونسيت أعطيك المفتاح. يا لطيف بني آدم شو نسى. خلاص خالي خلاص، قلي شو رأيك فيه؟ مين؟ الفار؟ إيه خالي، أنا فار ابن بنت خالتي داني. شو قصدك؟ شو عم تخططي؟ أنا بحذرك منيرة، بحذرك، خططك عم تجيب لي البلاوي. مع هيك شو رأيك فيه؟ أنا رأيي أحلى واحد براد بيت. براد بيت؟ براد بيت is my best friend، صديقي الحمام. حميم. مرة بنيويورك، بمطار نيويورك، كنت رايح على الويكند تبعي أنا مع الجيرل فريند، كنا رايحين على ميامي فلوريدا، شفته هنيك، أجبت أنا بأني. شو؟ أنا بأني. شو؟ his eye in my eye. عينه بعيني. right. شفته. مديده هيك وقال لي ايه السلام عليكم. اس السلام عليكم. طب اس السلام عليكم. ايه يعني هيك؟ هيك of course. وش شو؟ وش شو؟ face to face. وش لوش. alright. طلع علي بعدين بصبص على ماي جير فريند تبعي. ما حكيتو شي؟ حكيتو. وش اجت انا بقاني، رفعت ايدي هيك قلت له ايه السلام عليكم. اس السلام عليكم. طب اس السلام عليكم. لا عن جد هلا، معقولي بس على رفيقتك وما تحاكي شيء؟ حكيته طلعت في هيك اجت انا بقاني وش رفعت ايدي هيك قلت لك هاي ما
I love you. لا كان لازم تضربه. عنا هون اللي ببصبص على وحدة بيضربوه. تكلف متكلفين. الزلمة طلع بفيتي بصبص عليها شوي. That's it. هو هر هر مقطع هر free. أنا كتير بحب الهرية. إيه وأنا وأنا كمان داني أكتر شي بحب الهرية أكتر شي بالدنيا. أكتر من المجد والشهرة. قد بعضه نسكتي أنتي. إيه اللي داني شو نوع سيارتك بأمريكا؟ كان عندي بورش بس بعتها وجبت بداله جاغوار. مرة رايح على نيويورك تحديدا مانهاتن عرفتوها؟ بف بف بف. كنت بسيارة الجاغوار. شو لونها حمراء؟ نو جاردوني. المهم انا وراجع شفت سياره واقفه على الطريق مقطله، واقفه قدامها مره مع موبايل مقطل كمان. اشارت لي عملت لي هيك فورا صفيت على اليمين طلعت فيها هيك حذروا من هاي المره. طلقت. قلت لي معها موبايل؟ كل هذا عنا معه موبايل. Everyone يارا you know اسمك حلو كتير ذكرني باسم بنت جيرانا بنيويورك سارة. ايه يارا مثل سارة بيشبهوا بعض ما وكمان بيشبه فارة. فريدة هزري من هاي الوحدة اللي طلعت واقفة ومقطلة سيارتها كما امك انت اعتدال. نو كلي عندك كايا ايماجينيشن يعني. رولا بتعرفي انه اسمك كتير هلو. رولا حابب اسمك عم بتقولي رولا بيشبه جولا. انت قليل ادب. ما زعلت؟ نو ليش لازعل؟ هي هرة قالت اللي بدها اياه، مو انا قلت اللي بدي اياه، نحن هيك عنا بامريكا. اي سي. ما بدك تعرفي من هي البنت اللي اشرت لي وطلقتها معي؟ بلا شور، مين هي؟ سيندي كرافورد. سيندي كرافورد؟ يس سيندي. ايه وصلحت لها سيارتها؟ انو سيارة؟ السيارة المعطلة. يس نو شو صلح السيارة؟ طلعتها جنبي بالبورش. ما طلعتها جنبك بالبورش؟ مو قلت لي بعتها وجبت بدالها الجاكوار الجردوني؟ رايت سيندي كرافورد جنبي، شو بدي اتذكر لا اتذكر. اللي داني شو كانت لابسة؟ شو كانت لابسة يا فريدة؟ فريدة يو نو اسمك كتير هلو. فريدة حديدة جريدة. انت قليل ادب. واتس اب وات هابن. السلام عليكم. الله بعته يا مطيعة الله بعته بجيته التها خالي. شو شاب بياخد العقل مليونير. تصوري لساته بهالعمر ومعه 10 ملايين دولار. شربي قهوتك شربي. اعذريني ما فيني كلها كافيين بعدين لسه عندي جوجينج بالملعب ولسه عندي ايروبكس. ايه ليلي شو جاب لكم هدايا؟ ما لحق اجيب شيء لانه لما ربح ال10 ملايين دولار بالبورصة تبع شفرات الحلاقة قرر يجي لهون يعمل مشروع. ايه وشو نوى على شيء؟ نو لا تأخذيني أخذ على لساني الإنجليزي. لأ لسه مطيعة عم يشوف ويتعرف يمكن إجوا. أنتي where are you? I'm here. هاي أنتي. هاي يا روح عمتك. How are you? أهلا شو صار اشتريتوا سيارة؟ لا ما اشترينا.
No, استأجرنا سيارة. It's very 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 nice. هلا صار فينا نروح على كل المحلات. Everywhere. بدي أعرفك على أعز رفقاتي مطيعة. مطيعة. It's like فظيعة. بعرف منين اجتني هالمصيبة. انا صعت على قدها، مو مصدقين تروحوا وارجع لحتى اوصل بالسلامة ونخلص من الشغلة. يلا خالي والله عملنا همي، انا بحياتي مو رايحة على الصحراء وتدمر، مالي شايفتها الا بالتلفزيون، الاجانب بيجوا من اخر الدنيا ليشوفوها. يلا يا بنات يلا خلصونا بقى. يلا يا را يلا نطلعتكم معكم. خطوا خطوا I'm ready. I'm too مبسوط مثل مجهود right. فطر لك إلى حتى خدمتي أنا بهلك تعسك يا رصفة. أني وصلت. كتر خيرك كتر خيرك يا حكومة، كتر خيرك يا أخي، كتر خيرك. تفضل ارتاح ارتاح. أخ ما داري فيكي أمي. كان خليني جيب العقرب. لك شو خليك تجيب العقرب انت الثانية؟ عقرب كنت رحت لو ما في شاف. وينو خالي هلا؟ داني ماما داني مستقبلي. الحمد لله على سلامتكم مدام، المهم ارتاحوا. لا اطلعوا من البيت، خليكي انت والبنات تحت الطلب. يا ربي وشي احترق ماما. مو مو نحن ما كان في حدا واقف على شبابيك وشافونا بهالهيئه كنا تبهدلنا. لو كان معنا موبايل ما كان صار فينا هيك. ماما اشتري لنا موبايل. دخيلك هلا وقتك انت الثانيه. قومي علوشه ومش علينا التلفزيون لنشوف شو صاير بالدنيا. التلفزيون هون. قومي يا حيا اشتغلي.
شوفي شوفي ماما. أكلي كوز.